ورياضيا، فاز نادي الزمالك على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاءات الدوري الممتاز. اللاعب التونسي سيف الجزيري سجل هدف الزمالك في نهاية الشوط الأول، بينما تعادل للأهلي اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 86 سجل سيف الجزيري هدف الفوز للزمالك. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 مباراة، بينما توقف رصيد الأهلي عند 21 نقطة من 11 مباراة. وتوج النجم التونسي سيف الدين الجزيري بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه الزمالك أمام مضيفه الأهلي في الدوري الممتاز.